رفعت شركات ومنشات الصرافه في العاصمه اليمنيه المؤقته عدن عموله الحولات الماليه الى المناطق الخاضعه لسيطره ميليشيات الحوثي لاكثر من 100% وذلك بالتزامن مع استمرار انهيار سعر الريال مقابل العملات الاجنبيه والتي وصلت الى نحو 1250 ريال مقابل الدولار الواحد، كما فرضت شركات الصرافه في عدن للمره الاولى رسوما على استقبال الحوالات الوارده من المناطق الخاضعه لسيطره الحوثيين. مجلس القياده الرئاسي بحث يوم امس الوضع الاقتصادي وانهاء التشوهات النقديه في اسعار الصرف بما في ذلك وقف المضاربه واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبه والسيطره على قيمه العمله الوطنيه. مجلس القياده الرئاسي بحث يوم امس الوضع الاقتصادي وانهاء التشوهات النقديه في اسعار الصرف بما في ذلك وقف المضاربه